حالة التحدي وانا بتفرج على الافلام دي كلها، ابنك بقى عمره 8 9 سنين، بنتك عمرها 8 10 سنين، صبية يافعة في 18 وفي 20، صبي يافع في 21 22، نحكي يبقى نقول ايه، نرد ازاي، نتناقش في الموضوع ده ازاي، نعبر عنه ازاي، نتكلم فيه بأي قواعد وبأي درجة من درجات الحرص، ما بين انك انت ما تورطش عيالك في معلومات خاطئة، ولا انك انت تقدم لهم صورة غير دقيقة وغير حقيقية، ولا انك انت كمان تحكم على جماعة من البشر احكام اخلاقية او احكام دينية، او يعني مش هتقعد، مش عايز انت تشغل عيالك جلادين ولا تشغل نفسك جلاد. ومن هنا جه محاولتنا بقى للسؤال في تلمس النصيحة، كيف يدار ده السؤال؟ ما بتكلمش على الظاهرة المثلية، ولا بتكلم في أصول مثلية، ولا هي جيني، ولا هي مكتسب، هي مولودة مع الإنسان، ولا تصنعها ظروفه، ده موضوع يعني نبقى نعمل فيه جلسات ونقاشات طويلة لو عايزين ومهتمين. إنما ما يعنيني النهاردة هو كيف ندير حوار بين الأهل حول المثلية. ومن هنا ألجأ إلى خبيرنا وطبيبنا الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري ومدرس طب نفس الأطفال والمراهقين بطب الأزهر، معانا على الزوم. أهلا دكتور محمد، منورنا. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، نور حضرتك. طبعا يعني كان يمكن أن يكون الحوار مع عالم اجتماع، لأن القصة قصة اجتماعية، وكان يمكن أن يكون الحوار مع عالم تربية، لأن القصة قصة تربوية أيضا، كان يمكن أن يكون مع أحد أساتذة الثقافة، ويعني على اعتبار أنه دي قضية ثقافية. لكن ليه لجأت للدكتور محمد أستاذ الطب النفسي بقى؟ لأنه فيها جانب نفسي شديد، فيها إيلام نفسي، وفيها مشاكل نفسية يتعرض لها المثلي، أو يتعرض لها عائلة تكتشف مثلية أحد أبنائها، أو صديق يكتشف مثلية أحد زملائه. إذن الجانب النفسي قائم هنا بقوة. ومن هنا بسأل دكتور محمد محمود محمودة، كيف ندير حوارا حول المثلية بيننا كعائلة مصرية الآن، وقد فرضت المثلية نفسها عبر وسائط رقمية كثيرة، وقبل أن يتجه أبنائنا إلى البحث عن الإجابات عبر جوجل أو عبر الأصدقاء أو عبر مصادر غير يعني موثوقة في الإجابة، لماذا لا ندير نحن حوارا حول هذا الموضوع؟ وإن قدرناه كيف نديره؟ طيب خليني أبدأ. إنه كلام حضرتك صح جدا، بأنه ده بقى واقع مفروض علينا، وزي ما حضرتك قلت كده أغلب المنصات العالمية والأفلام الأجنبية اللي المراهقين بيشاهدوها ومنتشرة في كل حتة فيها دايما حوار عن المثلية الجنسية، وما عادش ينفع ندفن راسنا في الرمل ونقول ده كلام ممنوع ان احنا نتكلم عنه، زي ما كنا زمان بنعمل كمان مع الثقافه الجنسيه بشكل عام. يعني في المجتمعات العربيه برضو كان بيحصل الحكايه دي في الاول في قصه الثقافه الجنسيه، وفي الاخر برضو مش في الثقافه بس بدانا نتكلم في الثقافه الجنسيه، وبدا يبقى في ايضاح للاطفال في المدارس التحرشات اللي ممكن تحصل بيهم، صحيح، وامور جنسيه من سن مبكر عشان نمنع ده. زي ما حضرتك قلت كده احنا محتاجين احنا اللي نبادر، مش هنفضل ندفن نصنا في الرمل لحد ما نكتشف انه ولادنا بدا يبقى عندهم ميول جنسيه مثليه بسبب انه بيتزرع لهم ده في الانكونشس بتاعهم طول الوقت. يعني لما يجيب لي في خلفيه فيلم اتنين مثليين والحوار مش عليهم اصلا، فهو بيحط في الانكونشس بتاع اولادنا انه المثليه حاجه عاديه. لما يجيب لي عالم الريمبو طول الوقت في الافلام، فهو بيحط في اولاد في السب كونشس بتاع اولادنا انه المثليه حاجه عاديه، هو عايزهم يقبل ده، وعارف ان احنا بنضحك على فعلا نفسنا. هو عايز يعمل ده، عايز في اللاوعي وفي الوعي يبقى في قبول بده وتعاون مع ده عادي، وهو شايف ان ده طبيعي، هو يعني المروج شايف ان ده عادي وطبيعي لانه موجود في الحياه، انا ما بصنعلكوش حاجه، احنا موجودين، انت بتحاول كده تنكر وجودنا، فانا بلح بقى على وجودنا وقاعد مصمم وعملت لك منصه اهو فضيله. لا ده مش كده وبس يا فندم، ده هو قاصد انه يحطها في اللاوعي اكتر من الوعي. يعني هو ما يعملش بشكل مباشر فيلم عن اتنين مثليين جنسيا، مش هيتشاف،
لكن يعمل فيلم عادي ويحط ده في الخلفية يحط ده حتة كده في الحوار عشان هو هدفه اللاوعي بتاع أولادنا. طب إحنا نعمل إيه بقى؟ إحنا لازم إحنا كمان نواجه ده نواجه ده بالتوعية، مش بإن إحنا ندفن راسنا في الرمل وندي قصة مسكوت عنها. نقول أنا عايز أقول لك الإحصائيات الأول، بس أقول لك الإحصائيات إن المثلية الجنسية بتزيد في الأماكن المقفولة اجتماعياً. يعني إيه الأماكن المقفولة اجتماعياً؟ المحرم فيها الكلام في الجنس، فإن المجتمعات اللي الذكور فيها منفصلة عن الإناث بيزيد فيها الممارسات الجنسية المثلية. المجتمعات اللي ممنوع احتكاك الذكور بالإناث يزيد فيها ده. كل ما القيود على المسألة الجنسية يزيد، يزيد معاه المثلية الجنسية. بس ده مش الحل أنا أعمل قيود. هيسألك سؤال منطقي يا دكتور محمد، إذا كان الأمر أمر كبت ومنع وفصل بالاختلاط، فلماذا الغرب هو ينتشر في هذا الموضوع بينما الموضوع مفتوح هناك وليس هناك التقييد ولا القمع ولا الكبت اللي موجود في مجتمعاتنا؟ أنا عايز أقول لحضرتك هو ينتشر في الغرب وينتشر في الشرق، بس الفرق إن هم بيقولوا وإحنا ما بنقولش. يعني بس إحنا الفرق. عندنا حالات لكن إحنا عندنا حالات مثلية جنسية كتيرة جدا، والعيادات النفسية وأنا بعالج حالات كتيرة جدا عندها مثلية جنسية. يعني متردد ده على العيادات في مصر كلها، كل الاطباء النفسيين. انت بتعالج ده يا دكتور ولا بتعالج اثاره؟ بمعنى انه المثلي يكون مكتئب نتيجه احباطه في المجتمع، نتيجه انه غير مقبول بيه، او نتيجه احساسه بالذنب، انما مش نتيجه انه مثلي، لانه هيقول لك وانا مالي، انا مش اختياري. لا، ما هو في منهم مثليين رافضين المثليه الجنسيه وعايزين يتعالجوا من ده ويبقوا اشخاص طبيعيين، فدول بيتعالجوا. وفي ناس بيبقى زي ما حضرتك بتقول كده جايين عشان اثار المثليه، اللي هو عنده مشكله انه بقى مرفوض اجتماعيا، او بقى داخل في اكتئاب، او عنده مشكله في علاقته العاطفيه مع زميله اللي بيحبه. كويس، ده داخل العياده وسنحتربها، انما احنا عايزين نناقش احنا دلوقتي مع اولادنا واهالينا نقول ايه. لازم ناخد بالنا انه التوعيه تكون في سن مبكر، مش لما هو يكتشف ان في حاجه اسمها مثليه جنسيه. ولازم نعرف انه الممنوع مرغوب، يعني كل ما همنع اطفالي او المراهقين اللي عندي في البيت ان هم يشوفوا افلام عشان انا عارف ان الفيلم ده فيه مثليه جنسيه، هو هيفتحه من ورايا وهيدور عليه وهيوصل له وهيشوفه وهياثر فيه نفسيا اكتر. يبقى المفروض ان انا اللي بادر بالتوعيه، وانا اللي بادر اني اتكلم في ده في سن مبكر. الحاجه الثانيه اتكلم فيه بشكل علمي، أتكلم فيه مش بشكل جنسي، لكن أعرفه الفرق ما بين العلاقات الجنسية الطبيعية والفطرة الطبيعية بتاعتنا والعلاقات الجنسية الشاذة. أخليه ياخد باله من بعض الممارسات اللي ممكن تحصل، زي ما بقوله كده خد بالك لفلان يتحرش بيك، خد بالك ما فيش حد كبير يدخل معاك الحمام وانت صغير، لأنه ده بيؤدي بعد كده من ضمن تبعاته المثلية الجنسية. فأنا لازم أعرفه الحاجات دي وأعرفه الثقافة الجنسية من سن مبكر. الحاجة الأهم من ده إني أقرب من ابني واخليه ياخد القيم بتاعتي وتتزرع جواه. ما ينفعش انا بقى بعيد عن ابني طول الوقت. انت تقصد يا دكتور ابني وبنتي، لان الموضوع يعني مش قاصر على ابنها طبعا. ابني وبنتي ما ده المقصود، لكن ازرع القيم بتاعتي جواه عن طريق قربي منه وارتباطي بيه، وان هو يبقى بيحبني وعايز يقلدني. دي اقوى حاجه تحمي ولادنا من المثليه الجنسيه. هو لما يبقى مرتبط بباباه هيبقى عايز يبقى زيه، عايز يتجوز واحده شبه مامته، عايز يعيش حياه طبيعيه، وعايز يخلف أطفال عاديين، لأن هو عنده نموذج وقدوة. لكن المشكلة، وده اللي بنشوف فيه دايماً المثليين الجنسيين، إنه العلاقة بين الأب من نفس الجنس والطفل بعيدة، فعشان كده هو ما حصلوش توحد بالأب وما بقاش قريب منه بالشكل الكافي اللي يخليه عايز يبقى زيه ويمشي في السكة الطبيعية. بالعكس، عشان كده عايز تقول لي إنه العلاقة الطيبة المتفاعلة الآمنة الصداقية بين الرعائية بين الأب والابن بتفرق كتير في الحالات دي. أهم حاجة في حماية أطفالنا من أهم حاجة الجنسي. أهم حاجة على الإطلاق، ولو دي موجودة ثق تماما إنه هو هيبقى متوحد بالأب، هيبقى عايز يبقى زيه، وهيبقى نفس الميول بتاعت الأب هي ميول الابن. أشكرك جدا دكتور محمد محمود حمودة، وإلى لقاءات متجددة كي نتعلم ونعرف كيف نتعايش في الحياة مع ظواهر نكون فيها قادرين على نقاشها، مش الاكتفاء بكراهيتها أو لعناها واعتبار ان دي سبيل للعلاج. ابدا، عمر ما كان يعني ما نلعنه، بمجرد احنا نلعنه خلاص. يعني اصل في ناس معتقدة يا دكتور انه
المثليه خلاص نشتمهم وخلاص يبقى الموضوع خلص كده لا ارتحنا يعني ده مش هيحل الموضوع خلص بالعكس ده, يعني. ده مش هيحل ابدا ده احنا بندفن راسنا في الرمل وبنعمل دينايل دي الدفاعيه المشهوره اللي هي الانكار صحيح اشكرك جدا دكتور محمد بنعمل دينايل اشكرك للغايه ولا للديناي لا للديناي لا للديناي بعد الفصل نلتقي